لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في العرب اللندنية، المالكي يخير الكاظمي بين إعادة قائد خلية الصقور أو الاستجواب البرلماني. في العربي الجديد، إصابات خلال اقتحام وحصار الاحتلال لقرية دير أبو مشعل الفلسطينية. في شفق نيوز، البرلمان يلوح بإقالة وزيرين بحكومة الكاظمي فورا. في صحيفة الزمان، بغداد تستعد لإجراء مباحثات مع إدارة بايدن تتعلق بالقوات الأمريكية بالعراق. في صحيفة نيويورك تايمز، إلغاء حظر ترامب على المسلمين يكشف المآسي التي تسبب بها. في موقع ميدل إيست آي، الديمقراطية عادت لأمريكا لكن واشنطن غضت الطرف عن الانتهاكات في العالم العربي. في عربي 21، قتلى باستهداف ناقلة جنود للنظام السوري في دير الزور. السلام عليكم. يؤكد السياسيون في العراق على أن الفساد أخطر من الإرهاب، لأن انتشار الفساد يؤدي إلى تغذية الإرهاب والتسهيل للعمليات الإرهابية. وإذا كان الإرهاب قد كلف العراق من عام 2014 إلى 2017 أكثر من 100 مليار دولار، فإن تكلفة الفساد كانت أكبر، وقد كلف العراق مئات المليارات من الدولارات، ما أدى إلى تلكؤ المشاريع وتراجع الأداء وغياب البنى التحتية وفقدان الأمن والاستقرار وانتشار المحسوبية والفوضى في جميع دوائر الدولة. هناك مقولة مشهورة للكاتب جورج أوريل يقول فيها: السياسيون في العالم كالقرود في الغابة، إذا تشاجروا أفسدوا الزرع، وإذا تصالحوا أكلوا المحصول. والعراقيون مع هذه الحوادث يكررون هذه المقولة ولكن بصورة أخرى: إذا اتفقوا سرقونا، وإذا اختلفوا قتلونا. خاصة أن هذه التفجيرات تتصاعد في ظل الأزمات السياسية أو مع أوقات الانتخابات، ويتم استغلالها من قبل الأطراف السياسية لغرض التحشيد والتخويف والترهيب وإعادة الشعب إلى التخندقات الطائفية والمذهبية تمهيداً للانتخابات. وكما كان متوقعاً، فإن الكثير من المنصات الإعلامية التابعة للميليشيات الموالية لإيران بدأت بنشر خطاب الكراهية ومحاولة خلق فتنة طائفية واستغلال التفجير لإرسال رسائل عديدة للمواطنين لإشغالهم بالصراعات الطائفية مجدداً وتقسيم وإضعاف الشعب وإنهاء مخاطر اندلاع التظاهرات والحراك الشعبي مرة أخرى. انتشار الفساد داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية من أبرز أسباب هذه الحوادث والاختراقات الأمنية. فالعراق بحاجة إلى أجهزة أمنية قوية ومحايدة وتطبيق القانون على الجميع، ولا تخاف من الميليشيات ولا تسمح للإرهابيين بالقيام بنشاطاتهم الإجرامية. لكنه من المؤسف أن تكون الميليشيات قادرة على صنع القنابل والعبوات الناسفة ونقلها بعرباتها بحرية في شوارع بغداد وزرعها وإلقائها على المحلات والمراكز دون أن يكون هناك أي دور للقوات الأمنية لعرقلة هذه العمليات. وبعد وقوع أي حادث إرهابي تخرج القيادات السياسية لنشر عبارات الحزن والتنديد والتضامن مع الشعب، إضافة إلى بيانات أمنية تحاول طمأنة المواطنين وتؤكد على الحرص على سلامتهم والسهر لحمايتهم دون أي محاسبة أو مساءلة للمقصرين أو المتواطئين مع الجريمة، ما يهدد بتكرار الجريمة مراراً في أوقات وأماكن أخرى في ظل هذا التهاون والتقصير. الشعب العراقي اليوم ثلاثة: شعب مع انتفاضة أكتوبر وشبابها، وشعب آخر خائف يحرص على أن يكتم حبه الحقيقي المنحاز إلى شعب الانتفاضة، وشعب ثالث ممسك بالسلاح المنفلت ومتغطٍ بالدولة وشرعيتها. ما يلخص حقيقة أحوال الدولة العراقية المعاصرة هو الانفجار الأخير في عاصمتها بغداد الذي مزق أجساد 32 شهيداً وخلف 110 جرحى،
والذي اعترف في أعقابه لواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة بأن الأجهزة الأمنية العراقية أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعد الانتحاريين. وبالمناسبة فإن هذه المجزرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مادام هناك داعش ومادام هناك فصائل مسلحة ارتكبت وترتكب مجازر ومظالم في بغداد والمحافظات ولها 1000 عدو ومنتقم يترصدها ويريد أن يثأر منها بأي وسيلة وأي سلاح. وعطفاً على سؤال السائل عن حزب 25 أكتوبر، لابد من الاعتراف بأنه أو غيره من الأحزاب تتغطى برداء الانتفاضة قادر فعلاً على قلب الطاولة على جبابرة العملية السياسية الحالية التي يدعمها ويحميها المستعمر الإيراني علناً وبقوة ووضوح، ولكن الصيغة التي قررتها المفوضية العليا للانتخابات وهي وليدة أحزاب السلطة المسلحة بالميليشيات لا تعني سوى أنها كمين منصوب لحصر القدرة على الفوز في الانتخابات القادمة بالأحزاب والكيانات الكبيرة فقط لا غير. حين يسألك سائل هل هناك قدرة للأحزاب المدنية على منافسة أحزاب الإسلام السياسي في العراق؟ نعم، لو لم يكن العراق هو عراق التفجيرات والاغتيالات والاختلاسات والتحديات التي يطلقها مسلحون يحملون سلاح الدولة ويرتدون ثيابها ويتجولون بمركباتها المصفحة. اعتبر بعض المتفائلين أول إنجازات حكومة مصطفى الكاظمي أنه أعلن عن موعد الانتخابات المبكرة التي ستعمل حكومته على تهيئة الأوضاع كافة لكي تتم في ظروف آمنة ولتحقق ما يريده الشعب العراقي عبر إيصال ممثليه الحقيقيين إلى كراسي البرلمان. للتذكير فقط أقول إن إعلان الكاظمي كان في آخر يوم من تموز يوليو عام 2020 عندما قال في مؤتمر تلفزيوني أعلن عن تاريخ 6 يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وأضاف في خطابه سنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها، ولكنه لم يفي بوعده. لم تطبق أي نقطة من النقاط المشار إليها في خريطة طريق انتفاضة تشرين، ما قدم لهم هو انتخابات توصف بأنها مبكرة، وحتى هذه النقطة يبدو أنها كذبة من أكاذيب الطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة، إذ أن الانتخابات أجلت من موعدها في يونيو إلى تشرين الأول أكتوبر، والأسباب التي أعلنت أشارت إلى أن الأحزاب والكتل السياسية لم تكمل استعداداتها بعد، كما أن المفوضية العليا للانتخابات تشكو من نقص التمويل الذي يحتاجه إنجاح العملية الانتخابية. وأخيراً طلع علينا النائب كاظم الصيادي بحديث للإعلام جاء فيه أن كل شيء بالدولة العراقية عبارة عن توافق واتفاق ومحاصصة وصفقات سياسية، وما يجري أمام المواطن هو بمثابة تسويف أو مماطلة عكس ما يحدث خلف الكواليس السياسية. وأضاف أنه من المستحيل إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب بسبب عدم جاهزية المفوضية وعدم توفر الأموال اللازمة، بالإضافة لعدم رغبة الكتل السياسية، مشيراً إلى أن القوى السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات في منتصف عام 2022. شباب انتفاضة تشرين كانوا واثقين من أن أي عملية تدوير للطبقة السياسية الفاسدة باسم اللعبة الديمقراطية لن تنتج تغييراً حقيقياً. مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 قد يعاد من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء، ولكنه سيمرر في نهاية المطاف كقانون للموازنة من خلال مجلس النواب بعد قيام وزارة المالية بإجراء تعديلات طفيفة جدا على بنوده الرئيسة. هذه الموازنة ليست تقشفية وليست إصلاحية، وهي تفرق ولا توحد، لا بين المستفيدين من أصحاب المصلحة فقط، بل بين الشركاء من صانعي القرار أيضاً، وفي كل تفصيل فيها هناك مشكلة عميقة قادمة تمت إحاطتها على عجل ودون قياس دقيق للأثر المصاحب بكمية لا بأس بها من الألغام التي بدأ بعضها بالانفلاق فعلاً، وبالذات على الفئات والشرائح الأكثر فقراً وهشاشة من السكان،
وبعضها الآخر ينتظر الوقت المناسب لينفجر لاحقاً في وجوه الجميع. كيف يمكن أن تكون هذه الموازنة إصلاحية وهي ما تزال موازنة بنود عادية وليس موازنة برامج وآداء وهي الأكبر من حيث الحجم والأكبر في نفقاتها التشغيلية الجارية والأكبر من حيث العجز المثبت فيها؟ وما تزال الأكثر اعتماداً على عائدات صادرات النفط الخام كمصدر رئيس للإيرادات، وبالتالي فهي الموازنة الأكثر رعاية من بين جميع الموازنات العامة التي تم إعدادها خلال 100 عام من عمر الدولة العراقية، أي خلال الفترة الممتدة من عام 1921 إلى عام 2021. كل الاتجاهات والتوجهات والقرارات والإجراءات السياسية وسياسات الرئيسة في مشروع قانون الموازنة هذا ستبقى كما هي معروضة في المسودة الحالية دون تغيير للأسس العامة التي استندت إليها عند إعدادها في وزارة المالية أو بعد إقرارها في مجلس الوزراء بالإجماع، من سعر الصرف إلى توزيع حصص وتخصيصات الريع على المتخادمين سياسياً ومصلحياً، إلى الاستقطاعات من الرواتب إلى الضرائب إلى حجم النفقات المخصصة على مستوى القطاعات، وصولاً إلى حصص محافظات الدرجة الأولى المدللة والمرفهة والمحافظات الغنية والفقيرة والمحافظات المدمرة والمنكوبة. نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لديكلان وولش قال فيه إن عشرات الآلاف من المسلمين الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة رحبوا بفوز جو بايدن الذي ألغى قرار حظر المسلمين الذي فرضته الإدارة السابقة دونالد ترامب. انتهى حظر المسلمين لدخول أمريكا ولكن أثره باقية، وتشير الأرقام إلى أن هناك 42 ألف شخص منعوا من دخول الولايات المتحدة في الفترة الممتدة من 2017 لغاية 2019، معظمهم من المسلمين الذين ينتمون إلى إيران والصومال واليمن وسوريا. وتراجعت التأشيرات الممنوحة لأبناء هذه الدول في الفترة ذاتها بنسبة 70%، لكن الثمن الإنساني لقرار ترامب الذي أربك حياة الآلاف وتلطخ بالدموع وأحياناً الدم من الصعب تقدير حجمه. وانفصلت العائلات وغاب أفرادها عن حفلات الزواج والجنائز، وخسر الكثيرون فرص عمل ودراسة، فيما لم يستطع آخرون السفر لإجراء عمليات جراحية ضرورية كانت كفيلة بإنقاذ حياتهم، إلى جانب الضرر الذي حدث على سمعة الولايات المتحدة لدى الدول التي قال البعض إنها أسوأ لطخة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، ومثل عمليات التعذيب في غرف CIA السرية وانتهاكات أبو غريب في العراق وسجن الأمريكيين لليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية. وقام بايدن بإلغاء القرار في أول 3 قرارات تنفيذية له بعد حفلة التنصيب، وقال إن مبرر ترامب في اتخاذ القرار قوض الأمن الأمريكي وعرضت تحالفاتها للخطر وشوه المثال الأمريكي حول العالم. نشر صحيفة بوبليكو الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن المحامي الشهير والمعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني الذي أسس مع فريق من المتعاونين أسس مؤسسة مكافحة الفساد وأطلق نظام التصويت الذكي لدعم المعارضة. يحظى هذا المحامي والمدون الشهير بدعم كبير خاصة في كبرى المدن مثل موسكو وسان بيترسبورغ، وقد سجن عدة مرات ثم تمتع بإطلاق سراح مشروط. ويعرف عامة الناس نافالني من المظاهرات التي اندلعت سنة 2011 في روسيا ونددت بالفساد وتزوير الانتخابات التشريعية. نافالني عمل بمساعدة مؤسسته على تنشيط المعارضة الروسية خارج مجلس الدوما التي عاشت سنوات من الركود، ففي روسيا لا تتمتع المعارضة التي تمثلها أحزاب مثل الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية أو الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بثقل حقيقي، ولا تحتل هذه الأحزاب سوى مقاعد قليلة في مجلس الدوما، ناهيك عن أنها تميل إلى دعم قرارات حكومة بوتين المهمة مثل تعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء، لكن السلطات لم تمنح الإذن بتنظيم المظاهرات المنادية بالحرية لأسباب تتعلق بالسلامة الصحية، وذلك على الرغم من أنها خففت من التدابير الوقائية في وقت تسجل فيه حوالي 20 ألف إصابة يومياً،
وسمحت بتنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية التي يشارك فيها عادة عدد كبير من الأشخاص. وقالت الصحيفة في تقرير إن أليكسي نافالني من أبرز وجوه المعارضة الروسية خارج مجلس الدوما، وقد دعا أنصاره للتظاهر في أنحاء روسيا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.